هذه طائرة الرئيس الأمريكي بايدن تغادر الشرق الأوسط، وهذه طائرة الرئيس الروسي بوتين تهبط في الشرق الأوسط. رئيس ذاهب وآخر قادم، والروس سيلاحقون الأمريكيين إلى أي مكان. وهنا القصة والتفاصيل. والبداية من حيث انتهت زيارة بايدن، الذي حتى قبل مجيئه قالت صحيفة الواشنطن بوست إن زيارته ولدت ميتة. فالرجل جاء على أمل وغادر على عجل. وسريعا نذكر ما تم حصاده في رحلة الرجل، حيث حطت رحاله بداية في إسرائيل دون أن يأتي بجديد سوى إعادة التأكيد على المؤكد. التزم واشنطن بأمن إسرائيل، والرئيس الأمريكي صهيوني أكثر من الصهاينة، واتفاقات وتعهدات بحماية دولة الاحتلال حتى آخر جندي أمريكي. رافق ذلك محاولة من الرجل التقريب بين تل أبيب وعواصم عربية فيما يشبه التحالف ضد إيران. لكن حتى وهو في تل أبيب خرجت تصريحات من أبو ظبي تقول إنها غير معنية بإنشاء محور عسكري ضد طهران. كذلك قال مسؤولون سعوديون الذين أكدوا على أنهم لم يناقشوا مثل هذه الأمور ولم يسمعوا بها. وقبلهم مسؤولون أردنيون أكدوا على أن لا مشكلة لديهم مع إيران. إذن يمكن القول إن أولى الأهداف قد يكون بايدن قد فشل في تحقيقها. أما عن ثاني الأهداف حتى وإن أضحك البعض فلابد من ذكره، وهو إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سيما بعد 15 دقيقة التي جمعت بايدن بعباس دون تحريك نقطة في المياه الراكدة بين الطرفين. وهنا يمكن القول إن الهدف الثاني من الزيارة لم يتحقق أيضاً. أما الهدف الثالث والذي قد يكون الأبرز من الزيارة، وهو إعادة العرب إلى دائرة الغرب وإبعادهم عن معسكر الروس والضغط عليهم من أجل ضمان تدفق مزيد من الوقود لتعويض وقود موسكو، فهذا أيضا يمكن اعتباره هدفا لم يتحقق. حيث نشرت وكالة رويترز تقريرا مفصلا مفاده أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل في تأمين التزامات أمنية ونفطية كبيرة خلال قمة جدة للأمن والتنمية. رويترز ذاتها من ذكرت أيضا أن الرجل أخفق في الحصول على التزامات بإنشاء محور أمني إقليمي من شأنه أن يشمل إسرائيل. وبالمحصلة كما تنبأت الواشنطن بوست، فالزيارة ولدت ميتة. وعن الرابح في هذه الزيارة فهو الإعلام الذي تسابق بإحراج القادة والزعماء، وتحديدا بايدن الذي سبق وتعهد بعدم لقاء ولي العهد السعودي كما وصف السعودية بالمنبوذة من قبل، ثم عاد لزيارتها وملاقاة ولي عهدها. كذلك ردت الرياض جزءا من الدين حين أرسلت أمير منطقة مكة لاستقبال الرئيس الأمريكي، وأيضا حين ذكر ولي العهد السعودي بايدن بجرائم الأمريكيين في أبو غريب، ردا على تذكير الرئيس الأمريكي للسعوديين بحادثة اغتيال الصحفي السعودي خاشقجي وأكثر من ذلك. حولت الرياض القمة لتصفية حسابات أكثر، حيث افتتحت جلسة قمة العرب وأمريكا بآية من القرآن الكريم تذكر بأن البشر نوعين لا ثالث لهما، في إشارة لقضية حقوق المثليين التي يتبناها الرئيس الديمقراطي. وهذا أيضا ما أشار له ابن سلمان في كلامه، لكن ووفقا للبروتوكول انتهت الزيارة وتبادل الجميع التهاني والتحيات والوداع. ونوعا ما عادت بعض المياه إلى مجاريها بين واشنطن وعواصم العرب بالتأكيد على أنهم أصدقاء، لكن لكل مصالحه. فالعرب أكدوا أنهم ليس بوارد الانقلاب على موسكو التي لم تفعل ما يؤذيهم، حتى وإن أقدمت أي موسكو على غزو عاصمة غربية هي كييف، فهذا شوك في جسد الغرب عليهم اقتلاعه. وبالحديث عن روسيا فرئيسها هو الآخر استبق وصول بايدن برسالة تكاد تكون الأقوى للأمريكيين وربما العرب، مفادها إن شئتم نقل الصراع إلى الشرق الأوسط فنحن جاهزون. وسريعا خرج المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف للقول
إن الرئيس بوتين سيزور طهران قريباً وسيلتقي بالرئيس الإيراني والتركي بالإضافة لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنائي. ولنفهم تصريحات المتحدث باسم الكرملين، فالزيارة رد حرفي على زيارة بايدن، وفيها شبه إعلان من موسكو عن الوقوف إلى جانب طهران في أي حلف قد تنشئه واشنطن ضدها، وليس حباً من الروس بالإيرانيين بقدر ما هو نكاية بالأمريكيين، وأيضاً لمنع العرب من الاصطفاف خلف واشنطن. فدخول الروس على خط الصراع العربي الإيراني يعني إعطاء مزيد من القوة لطهران، وهذا ما لا يريده أحد من العرب. لذا سعوا أي القادة العرب قبل غيرهم لإفشال زيارة الرئيس الأمريكي، بل وأكدوا على حياتهم فيما يتعلق بحرب روسيا ضد الغرب. وأكثر من ذلك، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤولين سعوديين قولهم إن المملكة أصبحت أقرب إلى روسيا من أي وقت مضى، ولا نية للرياض للانفصال عن موسكو أو مساعدة واشنطن بضخ مزيد من النفط. وهذا الكلام للتأكيد على ذمة الوول ستريت. وبالعودة لزيارة بوتين المقررة إلى المنطقة، فالرئيس الروسي قادم وفي جعبته عدة قضايا، على رأسها ما سبق ذكره الرد على زيارة الرئيس الأمريكي، وهو ما دفع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إلى تصنيف زيارة بوتين بأنها تمثل تهديداً بالغاً على حد تعبيره. وأيضاً نية موسكو بالاستعانة بالطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، وأيضاً التمهيد لمرحلة ما بعد فشل أو نجاح الاتفاق النووي مع طهران، والأهم هو تأكيد حضور روسيا في المنطقة وأنها على استعداد تام لمجابهة أمريكا في كل مكان. وهذا ما يؤكده قدوم الرئيس التركي أردوغان للقاء بوتين في طهران كما هو مقرر في جدول الزيارة. وفي هذا تأكيد على ما تملكه موسكو من ملفات ليس لواشنطن فيها أي نفوذ، وتحديداً الملف السوري، خاصة بعد إعلان أنقرة أنها بصدد الهجوم على أكراد سوريا حلفاء الأمريكيين. وهذا ما قد تسهله موسكو لقاء انسجام تركيا معها أكثر في ملف الحرب الأوكرانية. إذن هو شرق أوسط جديد أعيد تشكيله هذه المرة على الطريقة الروسية وليس كما يريده الأمريكيون، حتى وإن أعلن رئيسهم أن واشنطن تسعى للعودة للمنطقة وأنها أخطأت بالانسحاب منها. فالعودة الأمريكية هذه المرة مقرونة بقدوم الروس المتواجدين أصلاً منذ العام 2015 حين دخلوا على خط الأزمة السورية، وقبلها بدعمهم لطهران، وحالياً بتفاهماتهم مع الأتراك وصداقتهم للعرب. فقواعد اللعبة تغيرت وشكل المنطقة كذلك، فلم يعد اللاعبون هم الأمريكيين وحدهم، فالروس قادمون.